زينب، أكيد وصلنا للجانب الطبي يلي دائما في كتير من الأسئلة حول مواضيع معينة، وبالفترة الأخيرة زينب قد إيه سمعنا وعرفنا أهمية البلازما للجانب التجميلي، سواء نضارة الوجه وكثافة الشعر وغيره من الأمور التجميلية. أكيد اليوم في شيء جديد بالبلازما، شيء صحي وخاص بالنساء، علاج طبي. عم نحكي أكيد علاج اليوم تم التوجه للعلاج بالبلازما للمبايض وبطانة الرحم. أكيد حتى نعرف عن هذا الموضوع بالتفصيل بصيرنا أكيد نستضيف معنا الدكتور هيثم عباسي، أخصائي بأمراض النساء وجراحتها. يسعد صباحك دكتور. صباح الورد والياسمين لكم ومشاهدين، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك الله دكتور. يعني عم نحكي اليوم عن موضوع عن البلازما بعيدا عن الشيء التجميلي، اليوم تجميلي لكن صحي وطبي بالمقام الأول، والكثير لحل كثير من المشاكل النسائية. بلازما المبايض، خلينا نتعرف أول شيء عنها. الأول شيء خلينا نتعرف شو هي البلازما بشكل عام. تمام. البلازما هي مادة موجودة في الدم تسبح فيها الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء والصفيحات التخثرية وعوامل التخثر وإلى آخره، وتستعمل في العمل الطبي من الخمسينات أو الخمسة وأربعينات في أعمال كثيرة لإنقاذ الحياة كمواد بديلة في حال أعمال جراحية للجسم. مع تطور العلم تطورت استعمالات البلازما لعدة أشكال، وبأعمال إرقائية وأعمال تجميلية وأعمال إعادة حياة ريكونستركشن للجسم. طبعا هو اجت هي بدائل مختلفة لعدة أعمال، وهي الخلايا الجذعية. نعم. الخلايا الجذعية حتى نحن ننتج الخلايا الجذعية في صعوبة وفي خطورة، ومو كل مركز بيقدر ينتجها، فتوجه هذا الموضوع لإنتاج مادة تحفز عمل الخلايا الجذعية. فصارت اللجوء بهالحالة هي لعدة أمور، ومنها هي البلازما. طبعا البلازما بلش العمل فيها تقريبا من شي 10 سنوات بوضع عدة الميزو أو الجلوكونات أو الأرشيدون، وصار استعمالاتها التجميلية كثيرة للشعر، للوجه، لشابه ذلك. للأسف الشديد صار في لغط كثير بهالقصة هي. مع تطور العلم ثبت أنه هاي المواد فعاليتها قليلة، ليس الفعالية الحقيقة، وصار في هلأ بحوث علمية كثير في تجهيز البلازما للحصول على عوامل النمو التي هي ترقى وتلصق على الصفيحات الموجودة ضمن البلازما، وليس فقط البلازما. فمعناتها عملية لحنا رفع كثافة الأعمال لتجهيز عملية عوامل النمو برفع عدد الصفيحات ضمن البلازما إلى طريقة معينة للتجهيز. العملية هي لحنا نستطيع إذا جهزنا بطريقة صحيحة وبعقامة لازمة وبأوساط جيدة وبدراسة معينة أن نستطيع أن نحصل النتيجة المرغوبة، وهي إعادة عمل لو 10% للجهاز الذي تحقن به. نعم. عمليا هي شلون بتشتغل؟ هي بتشتغل بتفوت هالماده الموضوعه هاي بكميات طبعا لا تتجاوز 0.5 او 1 مليمتر بهذا الجهاز، مع مواد محفزه طبعا لانا الميزو ولانا الارشيدون ولانا الجلوكونات. هاي اوساط تقريبا عاليه حاليا تستعمل من قبل اخصائيين معينين، ويتم المنافسه لايجاد الصيغه الحقيقيه للمعادله الرياضيه. هي بترفع نسبة عمل الخلايا الجذعية عندما تحفز من قبل العوامل النمو. طبعا هون ممكن نستعملها طبعا نحن بعدة أشكال وبعدة طرق، لكن بطريقة طبية صحيحة. دكتور خلينا نحكي عن الطريقة الطبية اللي حضرتك عم تقصدها، طبعا مع كتير من الخطوط الحمراء اللي حابب حضرتك تركز عليها. استخداماتها اليوم في المبايض وبطانة رحم، كيف بتم الطريقة الصحيحة باستخدامها مع مراعاة كافة المعايير من عمر، من طبيعة جسم وغيره؟ طبعا كل مريضة عندما تلجأ لهيك حالة لهيك علاج يجب أن يكون في أسباب لهذا العلاج. تمام. لأسباب مختلفة عند دراسة المريضة في مخزون البيوض عندها أنتي ميليريان هرمون مع الاستراديول مع التوافق مع عوامل الهرمونات الأخرى، إذا كان فيها تراجع إما خلقي يعني قصور مبيضي خلقي، أو بسبب علاج خاطئ من قبل بعض الأطباء إما بالتنظير الجائر لتخسير سطح مبيض غير الصحيح بمعالجات البي سي او غير صحيحة، أو بسبب تحريضات زائدة مع تخسير المبيض تؤدي لنضب هذه المادة وتقرب من سن الظهر المرأة، يعني ليس فقط مشكلة إنجاب
مقرب سن الظهري. فبالحالة هي نلجأ لعملية تحفيز الخلايا الجذعية الموجودة ضمن الوبيض، عملية حقن بلازما محفزة ومنشط فيها عوامل الجروث فاكتور اللي بيحفزوا ساعتها العمل للمبيض. طبعا تتم الحقن هذا بطريقتين فقط، إما بطريقة البزل التي تتم بعملية بزل الإبر الطويلة التي تستعمل في العمليات السحب البيوض، أو عن طريق الطير للبطن تحقن بإبر خاصة ضمن المبيض بنسب قليلة جدا جدا لمرة أو مرتين، وتحفز العملية الإباضية عند المرأة للحصول على الأجنة السريعة. هلأ إذا نحن في عندنا مشكلة المريضة بالإباضة وبالدورة الشهرية، يفضل كمان تحفيز العامل البطاني في الرحم، وهذا العامل البطاني يتم تحفيزه بعدة طرق، ومن هذه الطرق هو الحقن في جسم الرحم والحقن في باطن الرحم لعدة جلسات، وخاصة ما قبل عملية الطفل الأنبوب المجهري، أو ما قبل عملية الحقن، أو ما عملية الجماع الطبيعي. بهيك الحالة يمكن إحنا حصلنا أكبر إنتاج ممكن لعمل البيوض وتشخيص جيد وعملية علاج جيدة للرحم حتى يقوم بالمهمة تبعه باحتضان الجنين والاستمرار أو أعطاء بطانية جيدة. نعم. طب بأي حالات ممكن أنه تستفيد منها المرأة للبلازما هلأ حاليا؟ أكثر حالات المراجعة لك وعم تستفيد البلازما منها؟ طبعا هلأ في كتير حالات نستفيد منها بالبلازما بالطريقة المحفزة الصحيحة، طريقة التخسير التسفيل الصحيح، وإضافة في تسفيل غير صحيح. طبعا كل التسفيل اللي يكون عادي غير صحيح للأسف الشديد، يعني في طريقة معينة لتعرف المرأة، في طرق معينة ودراسات معينة بتسفيل بعدة مراحل لحتى نقدر نستطيع أن نحصل على البلازما الصحيحة. نعم. البلازما الغنية بعوامل الجروث فاكتور والصفيحة، وليس أن نسفل البلازما، يعني لا تأخذ من كلمة مثل ما عند يصير بالعموم هلأ عند مخبر تجميل وما شابه ذلك، القصص هاي ما بنشوف الا عند حطوا بلازما. كميات البلازما تكون محصول عليها كميات قليله، لكن طريقه التحفيز بالعوامل المتممه مع المعادلات الرياضيه هي بتخلي لي تنشط انت عوامل الجروث فاكتور. وبتنشط عوامل الجروث فاكتور هذول هن اللي بيقوموا باعطاء امكانيه نشاط للمنطقه المحقوه فيها جسم. طبعا نحن بصير فيها الحقن بالجسم في المنطقة الموجود فيها المرض الآفة، ومن ثم يحقن عنا بالأطراف الأربعة حتى نعمل عملية دوران سيركوليشن كامل لنشاط الجسم، وتحقن البلازما بعدة درجات. يعني البلازما العالية جدا جدا هي تحقن نصف مليمتر، تحقن في الجسم المطلوب، وتباعا تحقن تراكيز مختلفة في الجسم. نعم. تستعمل للشعر، تستعمل للوجه، تستعمل للأطراف، تستعمل للمفاصل، حتى في السويد والدنمارك في أكثر من حالة استعملت على العصب البصري وكان في ضعف في البصر وتم إعادة عمل العصب، بس بمراكز هي عالية. طبعا للأسف الشديد مثل ما قلت لك ليس كما يستعمل الموجود حاليا. نعم. لا بالنو ولا جلوكونات ولا أرشيدون، هي أمور منتهية، هي تجميلية بحتة وعفى الدهر عنها للأسف الشديد. يجب العمل بطريقة جديدة وبحث جديد، والحمد لله نحن نايمين ببحث بهالقصة هاي، وفي نتائج كثير جيده 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 عندي. يعني عندي كثير من بعض النساء صار كان عندهم خزون الاباضه تقريبا كثير شبه ناضب، وطبقنا عليهم المعالجه مرتين ثلاثه، تجهزوا للاباضه. طبعا في منهم تم عندهم الاباضه وتمت عندهم الحمل، في منهم تمت الاباضه لكن لم يتم الحمل، موضوع ثاني. طبقنا اكثر من حاله عن الرجال كمان عندهم ضياع بالنطاف، ما في نطاف، في بعض الناس صار عنده تتشكل نطاف في الايه، وفي ناس تتشكل عندها نطاف. طبعا هذا بنتائج طبعا ليس 100%، مشان ما نقعد نعطي ايهام للناس. في اعداد عم تزبط معنا لانه هي عباره عن تجربه علميه عم نجريها حاليا، انت شلون بطريقه بحث علمي لحتى يوجد الجرعه الحقيقيه التي تحفز البلازما. اما البلازما هي المستعمله العاديه هي ما بنستطيع نستفيد منها شيء، لانه هي بجسمنا موجوده البلازما اوريدي. نعم. موجوده طبعا. دكتور انت بترفض اجراء البلازما؟ هل في حالات معينه لبعض السيدات بتشوف انت غير ما في فائده يعني من اجراءها، او كل الاشياء ممكن تتقبلها؟ انا شوف البلازما بحد ذاتها الغايه منها شو هي؟ يعني مثلا بيرسي مراجعات لي مثلا بسيدات مثلا عمرهم 60 سنه بإعادة عمل المبيض، طبعا هذا
حاليا لسه صعب موجوده. نعم. بجوز مستقبلا يوما ما توجد المعادله الرياضيه لتحفيز على عوامل هلا حاليا غير موجوده، اما استعمالاتها بتحسين المفاصل، تحسين الحركه، بتحسين باي عمر مستعمل ممكن يستعمله، لكن هناك في شروط طبيه يجب المريض ان تخضع للفحوص الطبيه، لتخضع لفحص الخضاب، تحضر لفحص السكر، لفحص الكلس، يعني في امور ما بصير احنا من اي مريض ناخذ دم تمام ودغري نحط له البلازما وكذا، لا بده يكون في فحوص جاريه للتاكد من سلامه الجسم عشان ما نحفز امور، يعني في كثير امور يعني مثلا لا سمح الله مثلا لهلا ما بنعرف احنا، في تجربه جربتها انا على كذا مريضه، في منهم تراجعوا في منهم ما تراجعوا بافات سديه وخبيثه، في منهم تراجعت عنده الاعمار وفي منهم ما تعي، طبعا هي تجربه بناء على طلب من المريضه، بس هذا لا يعني انه انا لازم تجربها على كل مريضه. نعم. فهي ممكن استعمال اي انسان لاي عمر حسب الحاجه الضروريه، لكن بعد ان نتاكد من سلامه. بس فينا نقول دكتور انه الاعمار الاصغر ممكن تستفيد اكثر؟ طبعا هلا في غلط هلا عم يصير، مثلا بتيجي فتيات عمرها 20 22 مثلا بتعمل عمليات بلازما للوجه. طب انت عطي مرحله جسمك تاخذ مرحله النمو، لانه نحن بنعرف دائما للعمر 30 35 هو مرحله بناء. تمام. بعد 30 35 بصير مرحله بقى استقرار وتراجع. بهالمرحله هي ممكن نستخدمها، مو مرحله البناء اللي احنا بنؤدي لها اصابات، فاذا في مثلا فتاه عندها مثلا ضعف بالشعر لو كان باي عمر، عندها مثلا تندبات بالوجه، اي ممكن نستعمل فيها باي اعمار ساعة بالحاله هي. طيب كل الحالات ممكن تزبط عليها البلازما ولا في حالات لا؟ هلا شوفي مثل ما قلت لك البلازما هي علاج مثل اي علاج اخر، هي بتكون هالعلاج هذا بشكل مطلق يوما ما تحققه البشريه، بيوما ما تحققه البشريه عندما توجد المحفز الحقيقي لعوامل النمو التي تحفز بدورها الخلايا الجذعيه. نحن اذا استطعنا ان نحفز الخلايا الجذعيه بالجسم معناتها عمليا صار ريكونستركشن، يعني اعاده بناء بجسم مطلقه. نعم. بشكل مطلق. حاليا الامكانيات الموجوده محدوده، لكن انا دائما لي نقطه استفهام انه طبعا الميزو الجونات هذا ثبت انه تراجع شديد، يعني حتى لا عاد يستعمل في المراكز العالميه. اما هي تعمل بكل الامور وهي تجريبيه حاليا، يعني هلا في كثير ناس مثلا بتقول لك ضد البلازما، نحن ضدها. طب اخي انت بشكل عام هل البلازما موجوده بالجسم؟ انا عم اخذ بلازما من الجسم، عم حفزها بطريقه معيده للجسم، اذا انا حافظت على عقامه معينه انا ما عم ضيف ماده اجنبيه على الجسم. يعني هي غير مؤذية. المؤذي هو وقت تكون ما في قامة وبيد غير خبيرة. تمام. صراحة أقول لك إياها. هي كثير مهمة هي النقطة مهمة. دكتور. يعني موقع العمل نوع يعني مثلا أنا بدون تحديد، طب أنت مثلا استعملت إبرة سحب ما بصير تستعملها الإرجاع. طبعا. استعملت رأس إبرة كذا ما بصير تستعمل، يعني في أمور وتكتيك معين هذا لا يجوز. طبعا للأسف الشديد كثير في ناس مثلا تقول لك انا رحت عملت بلازما مثلا لكذا ب 10,000 ب 20,000، طب انت الثمن دفعته رخيص بس في ثمن ثاني انت عم تدفعه بصحتك. تمام تمام صحيح. الخطا اللي يعني ارتكب بحقك انت مانك شايفه بهالطريقه هي. نعم كل الشكر لك دكتور انك وضحت لنا يمكن بعض المفاهيم اللي هي نوعا ما غير واضحه لنا او حتى لكثير من السيدات. نتمنى دائما الطب يكون بخدمه البشريه دائما، يعطينا نتائج افضل، يزيد الامل عند كثير من السيدات خاصه ما يتعلق موضوع الانجاب او حتى العقم. كل الشكر لك دكتور. الله يعطيكم العافيه، ان شاء الله في حلقات قادمه بس هي البحث تبعنا حنفاجئكم بنتائج رهيبه جدا جدا على مستوى العالم بكل. بانتظاركم دكتور. ان شاء الله. شكرا. احنا بنتمنى هذا الشيء، وخاصه انه دائما الحداثه تدخل على القطاع الطبي والصحي عندنا باي مجال من المجالات وتحل المشاكل الموجوده وخاصه عند النساء. شكرا لوجودك دكتور. شكرا لك لكل المعلومات. الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم. شكرا لك. اما هلا رح نروح لاتحاد كتاب العرب حيث تم توقيع كتاب باريس عاصمه عربيه.